نعم خضر، يعني عاشت منطقة طريق آل جديدة ليلة أمس في بيروت ساعات عصيبة بسبب الاشتباكات المسلحة التي حصلت واستخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي، وقد أدت إلى مقتل شخص وجرح اثنين آخرين. يعني حتى الساعة المعطيات تفيد بأنه الإشكال وقع على خلفية فردية، وهو استكمال لإشكال سابق بين عشيرتين في طريق الجديدة، عشيرة لبنانية وعشيرة أخرى فلسطينية. ولكن خضر دعني أشير إلى أنه بعض يعني الجهات في لبنان وضعت إشكال يوم أمس في سياق الخلاف بين الشقيقين بهاء الحريري وسعد الحريري، الذي يعني كل فترة تتواتر فصول من هذا الخلاف، الخلاف على الزعامة السياسية لتيار المستقبل. صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله مثلا وضعت هذا الاشتباك في سياق هذا الخلاف على اعتبار أن الجهتين المتقاتلتين محسوبتان على واحدة على بهاء الحريري وواحدة على سعد الحريري، ولكن يعني يوم أمس ناشطون من تيار المستقبل نفوا هذه المعلومات ووضعوا كل ما جرى في سياق الإشكال الفردي وأيضا في سياق أساسا التوترات الأمنية المتلاحقة والتي يشهدها اللبنانيون كل فترة في هذه الظروف. طيب ليال، يعني هذا الإشكال الفردي إذا ما صح وصفه يعني وهذه الاشتباكات التي جرت بين الشبان، يعني انفلات سلاح من هذا النوع، أين الحكومة من ذلك ليال؟ نعم خضر عفوا، هلا عدت السؤال لأن لم يكن واضحا الصوت. طيب ليال، يعني انفلات سلاح من هذا النوع، يعني استخدم في اشتباك بين شبان أسلحة من نوع ار بي جي وأسلحة رشاشة متوسطة، أين الحكومة من انفلات مثل هذه الأنواع من الأسلحة بيد الشبان؟ نعم خضر، يعني في لبنان معروف أساسا أن هناك سلاحا متسلطا في أيدي جميع الناس وجميع يعني معظم البيوت في لبنان فيها أسلحة، الجهات الحزبية بأغلبها تمتلك أسلحة، وأساسا هذه الأوضاع الحالية تكشف مدى هشاشة الأجهزة الحكومية والرسمية اليوم في حماية أمن المواطنين في ظل يعني الهشاشة المزمنة والمتواصلة على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية وأيضا الأمنية، وبالتالي أي إشكال فردي في أي منطقة في لبنان قد يتطور بسهولة إلى اشتباك مسلح ونشهد. يعني هذا 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 ما ترجمه أيضا ليال، ما ترجمه اشتباك وقع في منطقة القبة في مدينة طرابلس، هل في هذين الاشتباكين أي ارتباط أم أنهما منفصلين تماما عن بعضهما البعض؟ لا، المعطيات خضر تشير إلى أنهما غير مرتبطين ببعضهما، وكما أشرت سابقا لأنه أساسا يعني مسلسل التوترات الأمنية المتكرر لم يتوقف يعني منذ فترة في لبنان. نعم، من بيروت مراسلتنا ليال خروبي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل.